حاصل في مدينة الباب ساعد عشاق الرياضة على تأسيس أول ناد رياضي في المدينة، يعنى بتشكيل وتدريب فرق رياضية وخاصة في كرة القدم، وإعدادهم لخوض مسابقات كروية محلية. لكن قلة الدعم وضعف الإمكانيات يحول دون تحقيق هؤلاء الرياضيين لأحلامهم. نحن شكلنا النادي من بعد خروج داعش طبعا اللي كان منانا انه نلعب طابي ونصير عندنا نادي وكذا. نحن يعني كنا من فتره كنا عم نلعب ملعب رياضي، واجوا عناصر من داعش اجوا عنا ومنعونا وما خلونا نلعب وشلحونا الكنزات، يعني تشبهنا بالمرتدين وبالكفار، شلحونا الكنزات واخذوهن، ومن هذاك اليوم ما عاد يخلونا نلعب طابع خالص. وحلا الحمد لله بهالفتره بعد خروج داعش شكلنا النادي، نادي الاعداء الرياضي بقياده ابو احمد بكشي، شكلناه والحمد لله هلا مستمرين بالتمرين. نحن 40 50 لاعب مستمرين، وكنا عم نجي ومستمرين بالتمرين والحمد لله. بس نحن ناقصنا الدعم، يعني نحن عندنا لعيبه وعندنا كل شيء، يعني ما ناقصنا شيء، بس بدنا دعم، يعني من خفافات من بواط من طابع من لباس، يعني ملعب، يعني ملعب سيء، عندنا ملاعب سيء اماكن، عندنا ملعب كبير يعني نادي الباب ملعب كبير، بس بده تعشيب. يعني نتمنى بس انه يعشقونا وان شاء الله يدعمونا، بس نحن عندنا لعيبه يعني قاده لعب يعني كره قدم وبتفهم الكره، ويعني وما ناقصنا غير الدعم. والله بالفترة الأولى سجلنا عند داعش بعد تحرير الباب، طبعا بعد ما حرروها داعش إنه توقفنا عندهم فترة أسبوع ونص. بعد ما خرجنا من السجن قررنا أفضل حلول إنه نذهب على تركيا، يعني إنه نطلع على تركيا ونريح راسنا ونشارك برياضة، بما إنه رياضيين وكنا مبسوطين برياضة هوني. طلعنا على تركيا شاركنا ببطولات، أخذنا بطولات الحمد لله باسم فريق شهداء الباب الأحرار الحمد لله رب العالمين، شاركنا ببطولات كثير هني وأخذنا الحمد لله بطولات. بعدين سمعنا انه صار في نادي اسمه نادي العداله في الباب باداره ابو احمد ابو كشي بارك الله فيه، وسمعنا انه رجع شباب كثير بعد تحرير الباب طبعا، والحمد لله الوضع كثير ممتاز صار يعني بالباب بعد الماساه اللي عانيناها من داعش. حملنا حالنا ورجعنا على الباب وشاركنا والحمد لله رب العالمين، والوضع ممتاز الحمد لله فضل الله يعني، والشباب ممتازين وكرمال ان شاء الله المعنويات عم ترتفع ان شاء الله، ونحن يعني بالفتره القصيره هي ان شاء الله المعنويات ترتفع اكثر من الله راد. وبالنسبه للتمارين وما تمارين في بالاسبوع بنتمرن 3 مرات 4 مرات، ونحن بنطلب من المدرب يعني انه كل نهار يسوي لنا تمرين مشان اللياقه، ما انسان يضيع لياقته. وبالنسبه للبطولات ان شاء الله بدنا نتقدم لبطولات كبيرين الله راد يعني. نحن بحاجة يعني حاليا لتجهيزات تدريبية، في عنا مجموعة طيبة، عنا مواهب، عنا أعداد كبيرة، عم نتدرب على أرض صغيرة هون، أرض صغيرة ما بتساعدنا أبدا لا إلنا ولا للاعيبة، في عنا مهارات، عنا لاعيبة جيدة كثير، عنا ما يعادل 30 لاعب يعني ممكن يطلع منه نتيجة ويطلع منه ثمرة، مو ممكن بيطلع، يعني أنا خبرتي التدريبية وعمري التدريبي اللي هالفترة الزمنية دربت أكثر من 10-15 سنة في هالمدينة هاي، في مجموعة للعشرين لاعب يعني جيدين بيشتغلوا على ملعب الكبير رائعين، بدهم صقل، بدهم تجهيز، بدهم إمكانيات، بدهم دعم مادي معنوي تجهيزات، بيطلع مجموعة رائعة جدا والله. وبلشنا يعني بمجموعة صغيرة، نحن بلشنا بخمسة لاعيبة، دربنا بأحد المدارس، كانت الفكرة هنيك بلشت، والحمد لله العدد تكون معنا بهالشكل هذا، عندنا 60 لاعب لل 65 لاعب حاليا موجود وكلهم جيدين، ولكن عندنا ال20 مستواهن يعني هذا فوق الوسط، مستواهن رائع جدا، عضيهم مستوى بقيه الكمال يعني، الا الكل هو جيد والكل رائع، الكل ينتابع عليه. نحن ممكن لو في امكانيات في تجهيزات في نعمل فئه ب فئه الف فئه ب نستفيد من المجموعتين ما بنضيع ولا لاعب، ولكن تجهيزات ضعيفه الامكانيات ضعيفه، عم نشتغل على موجبه، عم نحاول نركز على مجموعه معينه من اللاعبين اللي ممكن تفيدنا يعني خلال أشهر قليلة جدا،
وفتره قصيره جدا ممكن تفيدنا. ونحن حنا قابلين على نهايه شهر رمضان المبارك، في عندنا بطوله راح تقام في مدينه الباب باذن الله، ملعب الكبير. بدانا اليوم بتجهيز ملعب الكبير، يعني بنتشكر الاداره المحليه على التعاون، وبالاخص استاذ جمال عثمان يعني عم بتعاون معنا تعاون جيد جدا ولله الحمد. اليوم بدانا بترحيل الاليات الباصات اللي كانت موجوده بالملعب، بدانا بترحيلها اليوم، بلشنا فيها. بكره راح تنزل الاليات، ركسات، علبات، نبلش ترحيل الركام الموجود في ارض الملعب، وراح نجهز الملعب منه لايام اول ايام عيد الفطر السعيد ان شاء الله. يجهز معنا الملعب، وفي عندنا بطوله على ارض نادي الباب هون على ملعب الكبير. في عندنا فرق الريف ما يعادل 10 فرق، امبارح كانوا عم يتواصلوا معي، راح ننسق معهم ونعمل بطوله على ارض الملعب